طيب اليوم ابغى اسوي المسلز هذه بالمارينارا صوص، يعني مره سهله زي صوص البيتزا، وعليها هذه انتهى الموضوع. تتاكل يا بخبز او تاكلوها كذا باليد. بلم توميتو، تقدروا تستخدموا الباساتا، الباساتا برضو ممتاز بالشيري توميتو او بالطماطم الكرزيه. عندي ثوم، فينولا مو ضروري الفينولا، وعندي زيت زيتون، ملح، فلفل اسود، شويه سكر عشان الاسيديتي حقت الطماطم والمسلز. شوفوا بالطريقه هذه، لو عندكم ماكينه ممكن بالماكينه تسووه. طيب شوفوا بالنسبه للثوم، لا تهرسوه في الوصفه هذه، يا انكم تقصوه يكون شرايح بالطريقه هذه رفيعه، او زي ما انا حسوي يكون كيوبس مربعات. يعني حقص اول شيء كذا بالطول، وبعدين حقص كذا. يعني يكون كذا مربعات. بسيط. في البداية هحط كمية طيبة من زيت الزيتون. اللي يحب الفلفل تقدروا الآن تضيفوا الفلفل أو التشيلي فليكس. هحط الثوم، الآن حضيف الطماطم، لكن كذا أفعصها أو تقدروا بالخلاط تسووها. أضيف الآن الملح والسكر، هنا عندي الملح وهنا عندي السكر. الآن ريحان، تقدروا الريحان ده تقطعوه، أنا هحطه زي ما هو كده قطع، وهغطيه وخليه يتسبك. يلا نسيت أحط الفينولا، بس it's okay، الفينولا كان المفروض أحطها بعد ما حطيت الثوم، بس ما يضر، ما في مشكلة، هو يحسن الطعم شوية. كده عدى عليها تقريبا 10 دقائق. طبقة الزيت هذه ما هي مشكلة، بس أنا أبغاها مع المسلز. أضيف المسلز، صفوها من الموية مظبوط، هنغطيها. كده خلصنا. ترى باي ذا واي الاصداف المفروض هذه تكون مقفله اول ما تشتروها، لكن لانه هذه فروزن فاوريدي هي يعني صادوها وعلى طول فرزنوها، فهي اوريدي ميته. ف اول ما يفكوا خلاص يعني اوكي، اللي ما يفكوا طبعا يرموهم، يكونوا ميتين اصلا اذا كانوا اشتريتوهم حيين. فكده خلصنا.